شعارات كراهية ترفع في هذه المظاهرة، من بينها مثلا هذا العلم، أحد أعلام منظمة لهفا اليمينية المتطرفة. هذه المنظمة هي منظمة من اليمين الإسرائيلي المتطرف. رئيس هذه المنظمة هو بنسي كوبشتين، أحد رجال بن غفير، أحد رفاق بن غفير، كان معا في حي الشيخ جراح في عام 2021. وعادة ما يعرف عن هذه المنظمة تنظيم مظاهرات يتم الاعتداء على الفلسطينيين من خلال مظاهرات من قبل المستوطنين الإسرائيليين. صباح هذا اليوم قام بنسي كوبشتين وهو رئيس هذه المنظمة بالاستعانة بكلمات للحاخام المتطرف الإسرائيلي كهانة، الذي أصلا في إسرائيل وصفوا وصنفوا حزبه بالإرهاب. وقال كهانة بأنه لا يكفي أن الحكومة الإسرائيلية لم تقم بطرد العرب في عام 67، وكان يجب طردهم في ذلك العام. وأيضا كان الاقتباس من كهانة، كان يتحدث عن ضرورة السيطرة على المسجد الأقصى وإبقائه في يد اليهود، وليس تقديمه وإعادته للمسلمين والعرب بعد عام 67. هذا التيار المشارك هو من اليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي بات يأخذ حيزا واسعا من تأييد الإسرائيليين في الشارع الإسرائيلي. تيار يتواجد في داخل الضفة الغربية بدر، يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية، يعتدون على الفلسطينيين. مدارسهم الدينية خرجت ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي معروفون بتطرفهم وبتنفيذ وبقتل عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى ما شاهدناه في الأشهر الأخيرة في حوارة وغيرها من البلدات الفلسطينية، من خلال حرق هذه البلدات، من خلال قتل الفلسطينيين، إطلاق النار عليهم، مهاجمة المزروعات، مهاجمة الأراضي، إحراق شجار الزيتون في الضفة الغربية وغيرها من القضايا. نتنياهو أيضا، نعود إلى نتنياهو الذي كان في جلسة لإحياء هذا اليوم، قال بأنه بأن هذه المدينة هي عاصمة أبدية لليهود، وقال أيضا بأن الحكومة ستصادق على سلسلة من القرارات المهمة لتطوير القدس. إسرائيل ترفض أي فكرة للحديث عن إمكانية الانسحاب من الشطر الشرقي. هذه الأعداد الكبيرة من المستوطنين الإسرائيليين هي أيضا تأتي بأفكار ترفض حتى أي تسوية إقليمية، ترفض خطاب الرئيس بايدن بشأن صفقة تبادل مع حركة حماس في قطاع غزة. يريدون فقط حسم ملف المسجد الأقصى بعد أن حسموا ملف مدينة القدس المحتلة بعد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن. ومنذ ذلك الوقت في إسرائيل لا حديث عن إمكانية الانسحاب. وحتى إذا ذهبنا إلى أحزاب المعارضة بدر الإسرائيلية، غالبيتها ترفض الانسحاب من مدينة القدس أو حتى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام 67. توافد كبير من المستوطنين الإسرائيليين. نشاهد الشرطة الإسرائيلية أيضا التي دفعت بأعداد كبيرة من قواتها إلى هذه المدينة لتأمين هذه المسيرة وتنظيمها وتوفير الحيز المكاني الذي يحتاجه المستوطنين، إن كان من خلال اقتحام المسجد الأقصى صباحا أو الجولات الاستفزازية في داخل البلدة القديمة، أو حتى من خلال فرض حظر تجول على الفلسطينيين في البلدة القديمة وفي باب العمود في هذه الساحات لتنظيم هذه المظاهرة المتطرفة. نعم.